ياسين الألفي وهو رجل الأعمال الشهير كانت تجمعه شراكة مع رجل الأعمال أحمد الشيء، وتم فض هذه الشراكة. لما الشراكة اتفضت كان في شخصين يعملون في هذه المنظومة مع ياسين الألفي وأحمد الشيء، وهما ممدوح مدحت وسالم علي. سالم فضل شغال مع ياسين الألفي، أما ممدوح بقى فمشي وراح يشتغل مع أحمد الشيء. طيب، وقائتنا بتقول إن ممدوح مدحت اشتكى ياسين الألفي واتهمه بأنه قام باختطافه ومساعدة بعض الرجال الذين لا يعرفهم ولم يراهم من قبل، وقام بربطه في مكان لا يعرفه أيضا، وقام بضربه وتعذيبه، مما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة به، وهي قطع إصبعه الخنصر باليد اليسرى ونسبتها 100% يستحيل برؤها. وقال كمان في المحضر: ياسين الألفي كان سكران جداً وهو بيضربه، وإن قال له: أنا بعمل فيك كده عشان أنت وأحمد الشايب بتضره بمصالحي وأعمالي. لحد كده كويس قوي، ده موضوع المجني عليه. يبقى قالنا سالم علي، وهو الشخص الذي ظل يعمل مع ياسين الألفي، وهو شاهد الإثبات الوحيد بالقضية الراهنة. سالم اللي شغال مع ياسين شهد عليه وقال كما هو وارد في المحضر إنه كان سهران مع ياسين الألفي يوم الوقعة في مطعم الموندو في الزمالك، وياسين الألفي كان قاعد في المكان بيشرب كتير جداً ومتعصب لدرجة جنونية. وكمل سالم في أقواله في المحضر وقال: لقيت ياسين بيخدني معاه ورحنا على أحد مصانعه في 6 أكتوبر، وفوجئت هناك بممدوح مربوط وحواليه كذا بلطجي، وياسين بيه بدأ يضربه ويعذبه مما أحدث إصابته. حلو كده؟ لا، للأسف مش حلو، واللي جاي كله مش حلو يا سيادة المستشار. خلينا نقول، هل من الممكن إن يكون ممدوح كذاب وأحمد الشايب هو اللي وزه على ياسين الألفي وخلاه يرمي بلا عليه؟ في حد هيقطع صباعه عشان يرمي بلا على حد؟ وده طرح ذكي من شخص أنا معرفوش، بس مش مهم، نتعرف بعد الجلسة يا حاج، وهرد عليك وأقول لك فيه. وبعدين محدش في القاعة يتكلم من غير إذن. اتفضلي كملي يا أستاذة. وارجع لكلامي وأقول فيه. ممدوح أعلى مرتب وصل له 17,000 جنيه في الشهر، يعني 204,000 جنيه في السنة، يعني لو خد من أحمد الشايب 1,000,000 ولا 3 ولا 10,000,000 ممكن يتبلى على ياسين الألفي. ليه لأ؟ بس أنا ممدوح لا يخصني ولا يلزمني، أنا اللي يخصني هو سالم، شاهد الإثبات الوحيد في القضية. سالم شاهد كذاب. لا، أنا مش كذاب، وهكذب ليه؟ أنا بعترض يا ريس. اتفضل اقعد يا أستاذ، اتفضل اقعد، كملي يا أستاذ. اعتراض زميلي المدعي بالحق المدني ما هتنيش. سالم شاهد كذاب. ايه اللي بيخليني اقول كده يا سيادة المستشار؟ الواقعة مش محتاجة كتب قانون ولا مجلدات عشان يثبت فيها براءة موكلي. الواقعة محتاجة رجوع بسيط للنتيجة، أي الكالندر على أي تليفون، ومضاهاة تواريخ العام الميلادي بالعام الهجري. يوم الواقعة اللي سالم شاهد الإثبات الوحيد قال إنه كان قاعد مع ياسين الألفي في مطعم الموندو بالزمالك وياسين كان بيسكر، هو يوم 8 فبراير، وده بيوافق يوم 27 رجب، ليلة الإسراء والمعراج. وطبقاً لقانون رقم 1 لسنة 1973 ولقرارات وزير السياحة الصادرة في شأن المنشآت السياحية، تمنع الأماكن المصرح لها بتقديم المشروبات الروحية أي الخمور تقديمها والعمل بالترخيص في الأيام المباركة، كليلة الإسراء والمعراج التي ذكرتها للتو. الأماكن يا سيادة المستشار بتسمي الليلة دي دراي نايت، يعني ليلة ناشفة. فإزاي موكلي ياسين الألفي كان قاعد بيسكر
زي ما سالم قال في مطعم الموندو بالزمالك، وهي ليلة ناشفة، ودي كدبة كدبها سالم واللي فضحوا فيها النتيجة. نسيب النتيجة سيادتك ونروح لزمان شوية، لجدودنا وجدود جدودنا وأمثالهم الشعبية الجميلة، زي غلطة الشاطر بألف وزي الكدب مالوش رجلين. سالم قال في المحضر، تاني يوم بعد الواقعة رحت الشغل ودخلت الياسين بمكتبه لأنه ندهني، وفوجئت بيه بيهددني وبيقول لي لو اللي شفته امبارح يا سالم اتحكى لحد أنا هأذيك أنت وعيالك ومراتك. فرديت عليه ده على حسب كلام سالم، وقلت له أنا ما بخافش غير من ربنا، وسبت له الشغل ومشيت. ده الكلام اللي قاله سالم لما راح لياسين بيه الشغل تاني يوم الواقعة زي ما قال في المحضر. وارجع للنتيجة تاني يا فندم، بس المرة دي هروح للعام الميلادي واسيب العام الهجري على جنب. هنلاقي ان يوم الواقعة هو 8 فبراير يوم خميس، يعني تاني يوم الجمعة، وشركة ياسين الألفي أجازة جمعة وسبت. فازاي سالم راح يوم الجمعة الشغل وقابل ياسين وقال له الكلام اللي قاله في المحضر؟ إلا بقى يا فندم لو أسبوع سالم بيمشي أربع خميس حد، والجمعة والسبت مش موجودين في حساباته، والحاضرة مع المتهم قررت أن الدعوة بنيت على شهادة شاهد إثبات وحيد وقد ثبت كذبه وقد ارتكزت على شكوك وظنون واحتمالات، وأدفع بعدم معقولية تصور الواقع على النحو الوارد بالأوراق. وبالتالي سيادة المستشار وهيئة المحكمة الموقرة، بالإثبات وبالدليل القاطع أصبح واضح لدينا أن شاهد الإثبات الوحيد اختلق رواية باطلة منافية لما ذكر في الأوراق، متآمراً مع المدعي بالحق المدني، مريداً تغيير الحقيقة وفرض الباطل وطمس الحق. وكما علمتمونا أن الحكم الجنائي بالإدانة له رفعته وسموه للارتقاء إليه إلا على سلماً من الجزم واليقين، وهو ما لم تستطع الأوراق إليه سبيلاً. لذلك أطالب أصلياً واحتياطياً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وشكراً على ساعة صدر المحكمة. الحكم آخر الجلسة، رفعت الجلسة، رفعت الجلسة.